البداية محلية وتحديدا من مبادرات مكافحة الغلاء. فبعد نجاح عربات مكافحة الغلاء أطلق ائتلاف حب الوطن مبادرة لإحياء منطقة الترجمان تمثلت في إقامة معرض للشباب يتيح فرصا جديدة للرواج التجاري. لطالما يبحث المواطن عن أسعار ترفع العبء عن كاهله، أقام ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع محافظة القاهرة معرضا للشباب في منطقة الترجمان لتحيي هذا السوق من جديد بعد ركود دام لثلاث سنوات. كانت البداية بينا ب 65 عربية موجودين، منهم واحدة واقفة ورايا حضرتك دلوقتي. العربيات دي مكافحة الغلاء، 65 عربية بحاول أثبت بيهم سعر اللحمة والسيد والزيت والرز والسكر اللي هي السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن اللي هو الاستهلاك اليومي، وبفضل الله احنا نجحنا الحمد لله رب العالمين. مبادرة جعلت تجار السلع المعمرة والاستهلاكية يقبلون لعرض منتجاتهم بعروض مختلفة وبأسعار المصانع، مما شجع المواطنين من مختلف الفئات لسد احتياجاتهم المتنوعة من هذا المكان. المستهلك شهد بالفعل ان في بعض البضائع تختلف 50% عن السوق. على سبيل المثال الرز البسمتي حضرتك في الاسواق وعند البقالين وعلافين وعطارين ب 30 جنيه، هنا في معرض الترجمان ب 15 جنيه. عندك حضرتك يا فندم كيلو اللوبيا البلدي ب 36 وبعض المناطق ب 40 وبعض المناطق ب 30 ب 25 جنيه نمره واحد. انا من الحوامديه وخدت اسعار من هنا من يومين ورحت سالت ببلدي لقيت الفرق كبير، طلع حوالي 3 4000 جنيه يعني من الحوامديه اللي هنا. أنا اشتريت لحم ضاني ب 110. أسعار هنا كويسة وفي متناول الجميع، سواء كان اللحمة ولا أو الأدوات المدرسية أو الملابس. والله هو معرض في متناول الجميع والأسعار معقولة لحد ما عن بره يعني. والله الأسعار حلوة هنا، أنا جيت اتزعلت من الحاجة اللي هم جايبينها والحاجة حلوة، وجايب كشاكيل وجبت لحمة. وبناء على نجاح هذا المعرض سيكون هناك تنفيذ لمثله في محافظتي أسوان والسويس، ويطلق عليهم نفس الاسم معرض الترجمان. سالي سالم، أون لايف. مبادرة مكافحة الغلاء التي أطلقها ائتلاف حب الوطن بمحافظة القاهرة تمثلت في دفع الائتلاف بعدد كبير من السيارات المحملة بالسلع الأساسية واللحوم وغيرها من السلع بأسعار مخفضة. تأتي هذه المبادرة قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة لنشر السيارات بعدد من الأماكن الرئيسة لتوفير السلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار تنافسية. لمزيد من التفاصيل من محافظة القاهرة ينضم إلينا مراسلون الزميلة لمياء حمدين من مدينة السلام، والزميل إبراهيم عزت من الإسعاف، والزميلة دينا حويدق من رمسيس. أهلا بكم جميعا. البداية من لمياء حمدين، لمياء، كيف بدت الصورة في مدينة السلام وكيف تفاعل المواطنون مع هذه المبادرة والعربات؟ مساء الخير عليك أبو زيد وعلى كل مشاهدينا والزملاء في كل مكان. بالفعل أتحدث إليكم من منطقة السلام بمحافظة القاهرة، حيث تعاونت محافظة القاهرة مع ائتلاف حب الوطن لتيسير على المواطنين وخدمة للمواطنين لمكافحة الغلاء وغلاء الأسعار وجشع التجار، وأيضا لتوفير فرص عمل للشباب. وتم الدفع في محافظة القاهرة ب 65 سيارة، أما عن دار السلام تم الدفع بسبع سيارات محملة بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين. خليني اقول لك بعض المنتجات واسعارها: كيلو السكر ب 9 جنيه ونص، ازازه الزيت ب 13 جنيه، كيلو العسل ب 30 جنيه، زبده وسمنه بقري الكيلو ب 30 جنيه. بالنسبه للحوم الكندوز والمفروم والبفتيك ب 55 جنيه، النص كيلو بانيه ب 30 جنيه، كيلو اوراق ب 28 جنيه، الكبد والقوانص ب 600 جرام ب 15 جنيه، الاجنحه ب 17 جنيه، الفرختين عرض ب 55 جنيه. دي الاسعار المقدمه، ويعني فتحت هذه السيارات أبوابها من 8:30 من صباح كل يوم، يعني وبتنتهي بانتهاء المنتجات، وانتهت بسرعة كبيرة جدا. عايز أقول لك كمان أن في منافسة كبيرة جدا بين الائتلاف وبتعاون مع محافظة القاهرة وبين مثلا وزارة التموين اللي عرضت أسعارها الموجودة النهاردة. لحوم العيد الكيلو 75 جنيه للضاني، والسوداني 85 جنيه، والمجمدة 60 جنيه. أيضا
وزارة الزراعة قدمت عرضها اليوم في الكيلو البلدي ب 100 جنيه في جميع المنافذ المنتشرة لوزارة الزراعة. ده بيبين المجهود الكبير اللي بتعمله الدولة متمثلة في كافة الوزارات والمؤسسات المعنية للتخفيض على المواطن وتقديم عروض تقدم أو تخفض الأسعار للمواطن ومواجهة جشع التجار. لمياء، كيف بدأ حال إقبال المواطنين تحديدا مواطنو مدينة السلام على هذه المبادرة وعلى هذه العربة؟ القوات المسلحة أيضا كانت اليوم سيارة لم أسمع السؤال. إقبال المواطنين على هذه العربات التي تواجدت منذ الصباح كما ذكرتي. إقبال المواطنين غير مسبوق، كبير جدا زي ما ذكرت، لكن السيارات قامت بفتح أبوابها من 8:30 من صباح اليوم وتستمر لعدد كبير من الأيام بمناسبة طبعا استقبال عيد الأضحى المبارك. تنتهي بسرعة كبيرة جدا المنتجات، زي ما قلت لك منذ قليل كانت في منافسة كبيرة جدا بين عدد كبير من الوزارات والمؤسسات المعنية منها القوات المسلحة، حيث قامت اليوم بالدفع بعدد من السيارات أيضا في منطقة دار السلام، يعني سيارات جهاز الخدمة الوطنية المشروعات كان بجوار السيارة المخصصة لمحافظة القاهرة بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، تقريبا نفس الأسعار، تقريبا نفس المنتجات، الانخفاض كبير جدا للأسعار، بالإضافة أيضا لسيارات وزارة التموين ومنافذ بيع وزارة الزراعة. نعم، الزميلة لمياء حمدين متحدثة إلينا من مدينة السلام بالقاهرة حول هذه المبادرة، مبادرة مكافحة الغلاء التي أطلقها ائتلاف حب الوطن. نذهب مباشرة إلى الزميلة دينا حويدق من منطقة الإسعاف بوسط القاهرة لتطلعنا على الأجواء لديها. دينا، كيف بدت الأجواء لديك؟ حجم إقبال المواطنين على منطقة معروف أنها تشهد ازدحامات عدة؟ صباح الخير ابو زيد، بالفعل نتواجد الان في منطقه الاسعاف بوسط البلد لكي نرصد لكم يعني قبول المواطنين حول العربات التي دفعت بها ائتلاف حب الوطن وبجوارها برضو عربات القوات المسلحه، وذلك يعني بالتعاون مع محافظه القاهره. وكما ذكرت لك ائتلاف حب الوطن وهو ائتلاف خدمي للمواطنين دفعت به 65 عربه على مستوى انحاء المحافظه. هذه المبادره بتاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، يعني خاصة في الظروف الاقتصادية التي بتشهدها البلاد بالعربات، يعني جميع احتياجات المواطن، خاصة يعني احنا داخلين على اجازة عيد الاضحى وبرده دخول المدارس، العربات بها جميع الاسلع الاساسية من اللحوم والدواجن والكبدة والارز والمكرونة. يعني دعني برده اقول لك بعض الاسعار هنا في العربية: سمان 7 جنيه، مكرونة 6 جنيه، لحوم هندي 69 الكيلو، ولحوم البرازيلية ب 79 الكيلو. أيضا يعني عن بداية هذه المبادرة، بدأت هذه المبادرة في 23 من هذا الشهر الجاري، وعن نهاية هذه المبادرة لم يحدد ميعاد انتهاء هذه المبادرة. ليه؟ يعني هناك إقبال من المواطنين، تبدأ هذه العربات العمل من الساعة 8:00 من صباح اليوم وبتنتهي عند انتهاء الكميات الموجودة العربات. ايضا العربيات لها يعني اهداف اخرى، منها تشجيع الشباب على فرص العمل، توفير يعني فرص عمل للشباب، وايضا يعني وجدوا التجار اماكن لوضع هذه المنتجات، واختيار برضو الاماكن في وسط البلد هي يعني اختيار استراتيجي لكي يعني يتمكن جميع طبقات المجتمع من الوصول الى هذه الاماكن. عودة اليك احمد. دينا، هل بدا من خلال مشاهداتك ان هناك بعض المواطنين لم يكونوا على علم بهذه المبادرة أو لم يكونوا لديهم علم بهذه الأسعار التنافسية كما ذكرتها وذكرتها الزميلة لمياء من قبلك؟ نعم بالفعل، يعني عند حديثي هنا بالمواطنين، بعض المواطنين لم تكن لهم اي درايه بهذه الاماكن، يعني بعض المواطنين قالوا لي ان يعني خلال وجودهم هنا بالمنطقه راوا هذه العربات وتحدثوا مع سائق العربيه وهو المندوب اللي بيبقى عامل على هذه العربيه، و يعني بيقول لهم المعلومات الكافيه حول الاسعار وحول توافر هذه السلع الغذائيه. نعم، دينا حويدق من منطقة الإسعاف بالقاهرة. أذهب منها مباشرة إلى الزميل إبراهيم عزت غير بعيدا عن هذه المنطقة تحديدا من ميدان رمسيس ومن أمام مسجد الفتح مباشرة، سيطلعنا على كل التفاصيل لديه. تفضل إبراهيم. تحياتي أحمد، كل عام وأنت بخير وكل مشاهدينا بخير قبيل عيد الأضحى المبارك.
دشن ائتلاف في حب الوطن هذه العربات والسيارات التي تشاهدها في خلفيتي الآن. إقبال ملحوظ حول هذه العربات وعن حالة الحراك الذي يعني رصدتها خلال تواجدي هنا قبل ساعات من الآن لهذه المنتجات لمكافحة الغلاء كما أطلق عليها هذا الائتلاف. كنت أتواجد هنا في ميدان رمسيس، وكما تعلم أن هذا الميدان هو نقطة تلاقي زائري القاهرة. تعلم هنا يوجد محطة مصر سكك حديد مصر يأتي إليها ويسافر من خلالها، يعني من يريد أن يأتي إلى مصر من خلال الوجهة القبلية والبحرية، ويتلاقي هنا عدد كبير من سكان هذه المحافظة وأيضا سكان محافظات أخرى. لاحظت في أكثر من موقف وفي أكثر من أسرة هنا من خلال تواجدي كانوا في طريقهم ربما إلى محطة مترو القاهرة التي يعني تبعد أمتار قليلة عن المكان الذي أحدثك خلاله الآن، ورأوا هذه السيارات ورأوا هذا الزحام والحراك المتواجد هنا، قابلوا بالفعل على هذه السيارات. وكنت حريص قبل أن أظهر معك على الهواء مباشرة أن أرصد ما المختلف في الأسعار المنتجات هنا عنها عن باقي الأسواق. بالفعل رصدت يعني ربما الإقبال كما تعلم يعني على السلع الأساسية والتي ذكرتها زميلتي لمياء من مدينة السلام، وهنا ركزت أنا أيضا على اللحوم والدواجن قبيل هذا العيد. رصدت أن هنا كيلو اللحم بخمس 55 جنيها على عكس يعني ما يباع في الأسواق الأخرى ب 65 فيما أكثر، ولكن هنا السعر أقل بنسبة كبيرة هنا في هذا المكان. والكبدة بتبلغ يعني تكلفتها لسعر الكيلو 35 جنيه، وأيضا يعني الدواجن هناك عرضا خاص في هذه العربات لائتلاف في حب الوطن، يعني اثنين من الدواجن يبلغ تكلفتهما 55 جنيه. هذه عن اللحوم والدواجن الذي يقبل خلالها المواطن قبيل عيد الأضحى المبارك، وهذه المبادرة التي دشنها ائتلاف حب الوطن يعني قبل أيام كان في الترجمان كما أسلفت وتم إذاعة التقرير منذ قليل. هذه المبادرات تتم بالتنسيق حسب ما علمنا مع محافظة القاهرة على الأقل في إطار هذه المبادرات التي تشهدها محافظة القاهرة والتي أشرت إلى انطلاقتها في منطقة الترجمان. هل هناك بعض القائمين على تنظيم عملية الشراء أو على تسليم هذه المنتجات أو على تنظيم الحدود القصوى التي يسمح لكل مواطن بالحصول على بعض السلع منها ولا لا؟ لم ألاحظ هذه النقطة. على من يريد أن يشتري ما يشاء بأي كميات يريد أن يشتري هذه الكميات بهذه الأسعار المعلنة، كل عربة متواجد عليها يعني قائمة للأسعار، وذلك منعا للتلاعب للأسعار. وإن كان هدف هذا يعني هدف من أهداف هذا الائتلاف يعني مكافحة الغلاء ويعني مواجهة بعض التجار وجشع التجار، لذا علق على كل عربة أسعار رسمية التي تبين للمواطن قبل أن يشتري هذه المنتجات هذه يعني الأسعار المحددة. عن العربات التي انتشرت في القاهرة أحمد أخيرا يعني 65 عربة، سألت عن المحافظات الأخرى يعني مشاهدين الذين يشاهدون من محافظات الجمهورية ولكن خارج هذه القاهرة، وقال لي أحد المسؤولين هنا في هذا المكان أنهم الآن يعكفون في الفترة المقبلة لانتشار في المحافظات الأخرى، وسيبدأون بعد العيد مباشرة من محافظة القليوبية ومحافظة الجيزة على أن يكون هاتان المحافظتان يعني أولى يعني الانطلاقة لهم خارج محافظة القاهرة. وكما تعلم أيضا يعني أن محافظة القاهرة التي يقطن بها العديد بحكم أنها العاصمة ويأتي إليها أيضا العديد من العاملين من المحافظات الأخرى، لذا استفاد من هذه الأسعار ليس من سكان القاهرة ولكن من سكان محافظات أخرى أيضا من خلال تواجدهم من مترو الأنفاق وسكك حديد مصر بمحطة مصر وما إلى ذلك. أعود إليك إبراهيم. حسب ما ذكرت الآن وذكر الزملاء من قبلك دينا حويدق ولمياء حمدين أن هناك زخما محترما حظيت به هذه المبادرة، هل هناك مطالب لدى المواطنين الذين توافدوا على الشراء من هذه السيارات ومن هذه العربات لمحاولة تطوير هذه الأفكار أو تعميمها؟
يعني من خلال حديثي مع المواطنين أحمد، مطلبهم هو الوحيد أن تكثر هذه المبادرات كمبادرة يعني حب الوطن وائتلاف حب الوطن، أن يكثر في الانتشار وينتشر أكثر في المحافظات. وخطوة من الخطوات التي نقلتها لهم، الترجمان كان مركزا يأتي إليه المواطنين، ولكن يعني لتسهيلا للمواطن فقر ائتلاف حب الوطن أن يذهب هو إلى المواطنين في المناطق الحيوية والشعبية التي تحوي عدد كبير من المواطن كرمسيس والإسعاف، وأيضا يوجد مناطق أخرى يعني سنتجول بها في الخدمات الإخبارية السابقة. كل طلبهم هم عن هذا الخدمة، هي خدمة ملحوظة، أسعار بالفعل قليلة وملحوظة، وكل ما يتمنوه أن تكثر هذه المبادرات ضد الغلاء في هذه الفترة ومواجهة جشع التجار في المحافظات وفي الأماكن القريبة لديهم. أخيرا إبراهيم، من واقع تواجدك في هذا المكان، كيف بدت أولويات المواطنين الذين ذهبوا للشراء؟ ما هي أبرز السلع التي حظيت بإقبال أكبر؟ أبرز السلع التي حظى يعني وحرص المصريين بشرائها هنا من هذه العربات كانت اللحوم والدواجن قبيل عيد الأضحى المبارك، فضلا عن السلع الأساسية التي يحصل عليها من خلال بطاقات التموين، لذا هي تكون يعني المطلب الثاني والاحتياج الثاني لديهم، ولكن الاحتياج الأول هي اللحوم والدواجن والكبدة، وهذه الأسعار التي يعني أسلفت وقلتها لك هي كانت من أولويات المواطن الذي يقبل إلى هذه العربة لشرائها. من رمسيس الزميل إبراهيم عزت، ومن الإسعاف دينا حويدق، وقبلهما الزميلة لمياء حمدين من مدينة السلام، شكرا جزيلا لكما وكل عام وأنتم بخير.